الجسدي تأتي مباشرة بعد اقتحام مستشار جامعي لمركز الامتحان بثانوية المهامي التأهيلية، بحيث يوم الخميس 9 يوليو 2016 كنا بصدد امتحانات البكالوريا. أنا الساعة الخامسة درت الجرس على باش المترشحين يدفعوا الأوراق ديالهم باش يخرجوا، يعني ذاك الجرس الإعلان عن نهاية المدة القانونية للامتحان، فإذا بي أتفاجأ بشخص يدخل ويهرول تجاه القاعة 5. بعدها التحق بي رجل الأمن الخاص وثيابه ممزقة، ويعني تعرض لواحد الاعتداء شنيع من طرف هذاك الشخص، كما انه تحدى رجل الشرطه اللي كان رجل من القوات المساعده. ملي هضرت معاه قلت له دير هادشي اللي تدير فيه، راه ممنوع، فين غادي؟ راه ممنوع تدخل من الباب. دفعني ودخل القاعه فين كاينه بنتو. من بعد وصل عليا الناظر المؤسسه، والحمد لله ملي جا الناظر بعدا لها شي شويه عليا، تمكن بانني نامن بعد اوراق الامتحان ونخرجهم ونخرج الاستاذات اللي كانوا حارسين، لانه كانوا التلامذة ديك الساعات المترشحين الاخيرين كانوا في صدد دفع اوراقهم للمراقبات بجوج. هذا العمل هذا للاسف الشديد ما تعرضوا له تقريبا كل يوم، ولكن بحكم المؤسسه مرفق اجتماعي نتسامح. ولكن بالنسبة ليوم المركز الامتحان ما يمكنش لنا نسامحه، لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية القانونية. هذاك اليوم هذاك خصنا نوفروا الهدوء للتلميذات والتلاميذ ديالنا باش يدوزوا في جو، يعني ديال في الشروط الكاملة لاجتياز الامتحان، لأنه إلا جينا ندخل هو وجاو دخلوا الآباء كاملين غادي نوليو بحال